وأخيرا دور جمعية بندهاج للفروسية التقليدية بقيادة المقدم عبد المالك بندهاج. كيت المقدم عبد المالك بن دهاج. سربة في المجموعة الأولى كبار وهي سربة المقدم عبد المالك بن دهاج من تونات والمحاولة الثالثة والأخيرة بالبارود. إذن اختتمت المسابقة الخاصة بهذه المجموعة الأولى كبار. قبل ما نعطيو الفرصة للمجموعة الثانية كبار فغيكون الفرصة مخصصة للشبان استاد